الثانيه. بس من منطلق المسؤوليه وليس من منطلق الاهانه او التجريح او الاعتداء على الطرف الاخر. كلام جميل. احنا مفهومنا للاسف الشديد جدا عن الانثى ما زال بنعملها انها درجه ثانيه. لا، واحنا بنختصرها في جسد الحاجه المؤسفه جدا ان احنا في السنوات الاخيره بصينا لقينا نموذج للمراه الفاضله، وهي التي تلبس النقاب وهي التي تتوشح بالسواد ودي تبقى المرأة الفاضلة، ما دون ذلك تبقى مسموح ان حد يعاكسها. ده مفهوم عند كثير من الناس وده مفهوم خطير. حطوا لنا نموذج ستايل، نموذج موديل للمرأة الفاضلة ومش عارف الفضل جالها منين. هل مجرد بسهل للشكل بيحكم على الناس بالزي بالشكل للاسف يعني، واللي هو ادعاء التدين، الزهد ان انا ما ادعيش. هو اللي انت قلتيه حضرتك هو ده الجوهر، التدين الشو ده حضرتك اللي انت الجوهر اللي قلتيه ده. احنا بنعيش في حاله تزيف حقيقي او تزييف حقيقي. طب خليني انا ثقافي، تزييف ديني. حضرتك على لبس البنت اللي شفتها بتاعت جامعه القاهره، حضرتك شايف ان في ناس شايفه ان ده لبس مش مناسب للجامعه، حضرتك استاذ جامعه. لا، هو شوف حضرتك، هو لازم برضه على من منطلق الموائمه، يعني هي الحريه موجوده لكل حد، كل انسان حر فيما يعني يشاء. ده غير لائق. انما بدون شك لازم اراعي عده اعتبارات. يعني شكل الجاكيت ولا لون الجاكيت؟ بتقول انا بقف قدام مليون حاجه اختار منها، حاطه في خلفيه ذهنها ما يمكن ان تتعرض اليه. دي انسانه كويسه، انسانه عاقله، انسانه بتحط ما هو لك ايه الدفاع المسبق، بتحاول انها تحمي نفسها من اي تعرض. المنطق يقول ايه يا استاذه سهير؟ أوكي. المنطق يقول ايه؟ انا لكل مقام مقال. انا رايحه سهره غير لما اروح جامعه، غير لما اروح مثلا مع خطيبي في كذا. بس انا عايزه قبل ما اوصل لاعتراض غدير واسمعها، عايزه اشوف حضرتك لبس البنت اللي حضرتك شفته، انت من منظورك لبس غير لائق ولا لبس طبيعي؟ لا لا، لبس طبيعي جدا، وخاصه واحنا بنشوف امثاله عشرات المرات في الجامعات الخاصه. من مفهوم هو الجامعات الخاصه والجامعات العامه المشكلة في الشارع وكل حته، كل البنات بتعمل كده. المشكله فهم الناس للسلوك، في خطا في فهم سلوك حريه البنت. احنا ما زلنا حريه البنت مقيده، بنسيطر عليها، بنحاول نمارس عليها نوع من القهر الذكوري عشان خاطر نفرض عليها لبسها، كلامها، اسلوبها، واختصرناها في مجرد الجسد فقط لا خير. وانا ببدي اعجابي بالجمله اللي حضرتك قلتها، وعايزه اقول لحضرتك ان ده بيتعارض مع اول جمله قلتها حضرتك، ان المجتمع له القيم بتاعته اللي بيراعي بيها المسؤوليه اللي على لبس البنت. طب ازاي الجملتين مع بعض؟ لا لا لا، ما قلتش كده. انا بقولت طيب ايه المسؤوليه اللي على المجتمع في لبسي؟ شوف حضرتك، انا قلت اللبس حريه. ها. والحريه مسؤوليه. تمام. يعني يجب ان اعمل نوع من التوازن بين حريتي في ان افعل وفين المسؤوليه المجتمعيه. تمام. بس هذه المسؤوليه المجتمعيه اراعيها. انا ما ينفعش اطلاقا اروح الجامع بشورت. ما ينفعش الجامع ليه لبس معين ما اروحوش. زي سالتك الاستاذه سهير، هل ممكن تنزلي شارع بمايو؟ انت قلت ما ينفعش. ما ينفعش اطلاقا في مجتمعنا بنت تنزل الشارع بشورت. يبقى لازم تراعي أيوة التوازن. هو التوازن. ما ينفعش انا طول الوقت منشغل باللبس. نعم. انا ما ينفعش كمان ان انا مجتمع طول الوقت. هي دي الاشكاليه. انا هل اللبس يبقى مبرر للتحرش؟ شوف حضرتك، انا خلينا نتكلم بصراحه أوسع شوية. يعني الإنسان ابن بيئته، ثقافة الإنسان وسلوكه نبع من تنشئته الاجتماعية، من ثقافته، من أخلاقه. احنا الثقافة الحالية خلينا مش الثقافة المصرية. دي مش الثقافة المصرية ليه؟ مدمرة داخلة عليه. ليه يا أستاذة؟ احنا كنا زمان بنحب بعقلنا وقلبنا، فالنهاردة كان في حاجة اسمها الحياء، النهاردة بنحب بلساننا وإيدنا، فأصبح في تحرش. لا، في منتهى الخطورة ان احنا اقول لحضرتك حاجة. هو ده لا لا، انا عايز افصل موضوع فكرة الحب عن فكرة التحرش. ثقافة المجتمع النهاردة، ثقافة المجتمع، ثقافة الاعلام، ثقافة التربية المدرسية، ده في تحرش في المدارس مش بس في الجامعات، ده في تحرش في اماكن العمل، ده في تحرش في المواصلات العامة، في متحرش في الشارع. في المواصلات العامة شيء، وفي الشارع شيء، لكن في الجامعة هو اللي كان شيء. الجامعة لازم هل حضرتك شايف إن ده سبب لبس المرأة؟ لا، اللي في الجامعة لا، أولاً اللي قام بالتحرش مع الجامعة فئة معينة من هدفها أنها تسيء أولاً للبنت، تسيء للجامعة، واتخذت لبس البنت ذريعة لاعتراضها. غدير. طيب أنا عايزة أعلق إن حوادث التحرش الجماعي مش أول مرة تبقى موجودة في مصر.
ومش اول سنه تظهر فيها حوادث التحرش الجماعي، مش السبب فيها ومش السبب فيها اللبس. حوادث التحرش الجماعي بتحصل في ماتشات الكوره، وبتحصل قدام السينمات، وبتحصل في الاعياد، بتحصل في الاماكن العامه، وحصلت في ميدان التحرير في المظاهرات. حوادث التحرش الجماعي لا لها علاقه باللبس ولا لها علاقه بالاهداف ولا ليها علاقه بالاطفال. لها علاقه بان احنا عندنا مشكله فعلا مع جسم الستات. احنا عندنا مشكله، احنا بندي نفسنا الحق كمجتمع ان احنا نتحكم في هي تلبس ايه النهارده، ونصدر حكم كمان عليها هي لابسه ايه. انا محترم لحضرتك، بس كوني وقفت قدام المرايه وانا بختار انا هلبس ايه، برغم ان لبسي يعني شبيه جدا للبس البنت، حتى نفس اللون، بس ده ما بيفضلنيش ابدا عنها وما بيتكنيش عنها. انا وقفت اختار لان انا مكبوته، ولان انا مش عارفه اختار اللبس اللي انا بعمله، مش علشان انا عايزه اشوف انا هلبس ايه النهارده، هلبس هنزل سهره، يعني هلبس كعب عالي، ولا هنزل على الوهمه اللي الدكتور وصفها. طب خلونا نشوف راي الناس بيقولوا ايه، هل السبب هو لبس البنات ولا ايه تاني، ونرجع تاني. لبس البنت برضو بتبقى لابسه حاجه كده تبقى ايه، بتشد انتباه البني ادم. تاني حاجه طبعا يعني لازم برضو في تربيه برضو من الشباب، يعني مش يعني التحرش ده بيحصل برضو من تربيه. هو اكيد مش لبس البنت هو سبب، في ناس بس قلت الادب كده بالفطره، يعني احنا في وسط البلد واحنا بنشتغل هنا، وفي ناس على طول طالعين نازلين عمالين بيعكسوا، ما تقدرش لو قلت لهم كلمه يروحوا ايه، يقولوا لك انت عايزين تتعكسوا ولا انتوا مبسوطين كده وخلاص. هو التحرش بيجي لبس البنت طبعا يعني اساسي في الموضوع ده، والتصرفات اللي البنات بتعملها اليومين دول، وزياده عن على اللي احنا بنعمله كشباب بقى. الشباب خلاص بقت يعني حالتهم صعبه، ما عندهمش الثقافه ان البنت ممكن تلبس اللبس ده ومحدش يجي جنبها. بس هو برضو عيب من الشباب ان هم ممكن يعني يجوا جنبها، ده دي اخلاق كلها، يعني دي اخلاق وتربيه عند الناس. يعني لو واحد مش متربي طبيعي هتلاقي منه بيتكلم الكلام ده. البنت اصلا بتلبس لبس مش كويس، فبتخلي الشاب ان هو ايه يتحرش بيها، ده لازم. وحاجة تانية ان اخلاق الشاب، لا طبعا ما فيش علاقة خالص، لان في بنات بتكون لبسها واسع وبرضه بيحصل تحرش، وممكن اصلا البنات صغيرة بيحصل لها برضه حالة تحرش في الاوتوبيسات، في اي اماكن، حتى الاماكن العامة عادي. الايام دي اصلا الشاب او الانسان عامة ما عندوش ثقافة، ما عندوش وعي. احنا ما عندناش الثقافة الجنسية المفروض تبقى موجودة في اي بلد، دي سبب. يعني هو دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دوت، مهما تكون البنت لابسه ان شاء الله لابسه خمار، بنت هتعاكس برضه. الفتيات او البنات هم في معظمهم او اغلبهم بيثيروا الشباب، من ناحيه بناطيلهم الضيقه، هدومهم الضيقه. فانا ببص من وجهه نظر انا ان انا شايف مش كل يعني كل البنات، ليه ما بنرجعش للموضه بتاعت زمان؟ زمان كان البنات بيلبسوا جيب وبناطيل قصيره وكده، ما كانش حد بيعاكسهم ابدا. احنا العيب فينا، احنا اللي اتغيرنا. اللي هو لابسه ده ما يبص اللي هو لابسه الاول. طب بس علشان ما نعرفش حد باللبس، خليني اقول لكم ان كل تقريبا اراء الشباب والولاد والرجاله هم محملين البنت السبب والمسؤوليه، وراي البنات انه لا، لان البنت لما بتلبس واسع والمنقبه بتتحجب وبتتعاكس واللبسه واسع بتتعاكس وكل حاجه، ففي اختلاف النظره دي، ان الولاد محملين كنتوا المسؤوليه. طبيعي، يعني اصلا انا عايزه اسال حاجه، هو اللي بيقول لبس البنت وان هي بتسيره وان هي لبسها ملفت، هو انت بس اللي عندك رغبه جنسيه؟ البنات ما عندهاش؟ لا البنات عندها، بس البنات ما بتستعملش رغبتها الجنسيه في حياتها اليوميه. البنات بتعرف تفصل كويس قوي. ايه يا دكتور العلاقه بين اللبس وبين اثاره الغرائز؟ الحل ولا في علاقه؟ في علاقه طبعا، هي حاله التزييف الثقافي اللي احنا عايشين فيها. احنا عايشين حقيقه للاسف شديد جدا، من اول ما بيصحى من النوم لحد ما بننام، واحنا معرضين لكميه تزييف لا اول لها ولا اخر. تزييف في المدرسه وفي الاعلام وفي الصور المباحه وفي الحوار المجتمعي اللي داير بينا. احنا 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 لسه بنحاول نعيد تشكيل، وزي ما قالت احدهم ان الظرف ده اللي احنا فيه ده هو سبب المشكله. الظرف اللي انفتحت فيه كل الامور وساحت فيه كل القيم. لكن الجزء اللي انا بحب اركز عليه واتمنى احنا نهتم بيه، غياب الرجوله، غياب الشهامة، غياب اهم حاجة ان احنا لا نقبل ان ده يحصل اساسا. لا ده لسه عندنا كلام، لكن هنالك علاقة، هنالك علاقة بين الرغبات او تفريغ الرغبات. وهو الرغبات كلها بتتفرغ طول عمرها، بس كان في حياء في تفريغها، كان الحب تحت السلم، النهارده اصبح في الشارع. كانت المعاكسات كده، بس ده مش حب، ده يعني معاكسات التحرش، دي حيوانية، التحرش يعني التحرش. طب خليني اسألكم بعين راجل، لو انا راجل
وبحب واحدة، أو لو أنا راجل وبنتي، لو أنا راجل وخطيبتي، لو أنا راجل ومراتي، فأنا هبقى شايف بعين الراجل، هقول لها لا البنطلون الرجالة بتبص، الستات ما بتقتنعش. أنا شخصيا ما كنتش باخد بالي خالص من القصة دي، الرجالة بتبص أنت لابسة إيه، البنطلون ضيق، الجاكيت ضيق، الجاكيت قصير، البنطلون مش عارفة إيه، الفستان أبصر إيه الإيه، فبيبص بنظرة راجل لأن هو عارف الراجل بيبص للبنت إزاي. ده كان موضوع النقاش بيني بقى وبين مينا جوزي النهارده. هو شايف من وجهة، أنا شايفة إن أنا لابسة لبس عادي ولابسة عليه بلطو طويل لحد تقريبا فوق ركبتي بسنة، فأنا شايفة إن أنا لابسة لبس عادي جدا ويعني ما حدش هيبص لي. هو شايف من وجهة نظره لأ أنت لابسة يعني بنطلون لأ ضيق وهما ممكن يبقوا يعني، هو طب أنا ماشية قدام جهاز أشعة هيخترقوا البلطو ويبقوا؟ قال لي أه النظرة بتبقى كده، هو شايف النظرة دي أنا مش شايفاها. ما بحسبهاش بالطريقة دي، أنا بحسبها اللي هو أزا توتال شكلي لا محدش هيبص عليا، مش شايفة حاجة غريبة في شكلي، مش هيتبص عليا، نازلة في النهاية راحة مكان إلى حد ما بس هحتك فيه بناس في الطريق، الناس اللي في الطريق ده إشاعة إكس بقى وأنت ماشية بتتعدي. بس اللي أنا بقوله إن أنت لابس مش لابس، هما اللي نظرته كده هو بيعريك من لبسك بالظبط. يعني انا اليوم اللي كنت بحكي عليه اللي انا نزلت وكنت عامله حسابي ان انا ما حدش هيبص لي فيه، لان انا فعلا كنت لابسه كل اللبس واسع ولما شعري ومش حاطه اي مكياج، في واحد انا الخناقه كانت على بصه، على فكره انا ما حدش ساعتها تحرش بيا تحرش جسدي ولا لفظي ولا اي حاجه، كانت بصه، واحد بص لي بصه عراني، فانا رحت بص يعني وقفت قدام وشه كده، رحت بالنسبه لاشعه اكس دي ابتدي اخد الاشعه امتى؟ فراح قال لي ايه؟ قلت له حضرتك البصه اللي انت بصيتها لي من فوق لتحت دي انت ترضى حد يبصها لاختك ولا لمامتك ليه بتعمل كده؟ فابتدى يبقى في نقاش، فانا فضحته وهللت يعني هللته، انا ساعتها بهدلته وبهدلت الشارع وبهدلت الناس اللي واقفين، لان انا لما اتكلمت ما حدش واقف معايا ايه يعني ما بيبص يعني مثلا. طب في بقى دراسه للمركز القومي للبحوث بتقول ان 43% من الفتيات بيتم التحرش بهن، وان المره في الشارع لم يقوموا باي رد فعل لمنع المتحرش، و37% قالوا ان احد لم يلحظ ما حدث او يمكن شافه مكبره دماغه، بينما ذكرت الدراسه ان 10% من المره خصوصا الرجال بيتظاهروا بانهم لم يروا شيئا. فهل اختفت الجدعنة والنخوة من الشارع المصري أم أن أخلاق المصريين طالتها السلبية كما طالت كل شيء في الحياة؟ لسه عندنا كلام كتير على الكنبة منتظرينكم في حزب الكنبة بعد شوية.